الحمد لله أساس أخي يعني من أساسي. الحمد لله صار أخي صرت أنا صار وإخواتي صرت أنا كأنهم هني صار. انتظار انتظار الحمد لله يعني عندي صبر كبير طبعا مشتاق لأولادي مشتاق لمرتي بس ما فينا نعمل شيء وهن ما بيقدروا يجوا كمان صعب كتير وإذا بدهم يجوا بدهم آلاف الدولارات يعني البارات المساء بدك تجي المساء لتشوف هيك ما ببين ما الخميس ولا ما بتضل اليوم بيومه ما عنا البكي على رأس الميت نحن عزيزيك متفقين الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم أهلين أبو سلمو. أهلين يا أخي والله الواحد اللي عنده هيك شعبية والناس بتعرفه يعني شغله هيك الحمد لله بيمشي دغري ما الحمد لله أي والله الله يعطيك العافية هلأ هون شو بيسموها بتركيا إنه هذا وكالة بيسموها ديفان سنتر مثل المول الصغير يعني مثل مول شعبي تقريبا طيب هلأ هذا الشعبي يعتبر رغم انه كله الاجانب بيجوا يشتروا الغربتليه السجاد هو للسياحه بس مو سوق كبير يعني سوق مصغر يعتبر سوق مصغر يعني ما هو كبير كثير مثل بايزيد مثل الجراند بازار هو ديفان بازار النقبي يعني هو السوق الصغير اللي مسمينه ديفان بازار طيب هي المنطقه يعني تعتبر باسطنبول منطقه يعني تجاريه منطقه تجاريه يعني سياحيه بالعالم كله بيسالوا على هي المنطقه سلطان احمد ايه طبعا شلون انت يا ابو سلمو فتت على سوق سلطان احمد من زمان من اول ما اجيت من اول ما اجيت مرقت يعني كنت عم دور على شغل فتت اشتغلت بمحل عند واحد تركي اول شيء تعلمت على القرني عجبتني القرني سبحان الله الله كرمني اخذت محل بالقرني ولهلا فيها قديش اخذت هاي الفتره لحتى صار عندك محل أربع سنين شغل ليل نهار ايه 4 سنين تقريبا لصار عندي محل الحمد لله بتبيعوا انتو هون ألبسة باختصاص شو اختصاص جلابيات شرقيات فضيات شالات جواكي يعني العبي بيقولوا او عبي عبايات جلابيات شالات فساتين سهرة فضة اكسسوارات تذكروا تبسولة بيقولوا عباية وين ما رحت بيقولوا عباية كلهم خالف كلهم خالف لا هون ما في عباية زيادة ما في لا عباية أبيزة أبو سلمو من وين من الشام؟ من دارية أهلا وسهلا فيك حريف الشام من عند بلدي على راسي والله على راسي هلأ الشغل هون بده لغة؟ بده لغة التركي عندك؟ الإنجليزي أهم من التركي عربي إنجليزي أهم لأنه زبائننا أكثرها سياح عرب أو أجانب طب هلا انت بتبيع وبتاخذ من ورشات وناخذ من ورشات وبنبيع هون مشكل ايام نجيب من سوريا من الشام ايام بنشتغل هون يعني في شغلات نتسوقها من هون مو في معكم الحمد لله تمام يعني الحمد لله هلا ما فيك تقول يعني قديش بتربح وقديش بتبيع صعب ما ما بتزبط صعب شوي صعب شوي لانه انا ما بعرف شو ببيع وشو بربح ابدا شوي على البركة على البركة اي والله على البركة كتار لانه نحن هون كتار شلون يعني يعني اخوات شغيلة اصدقاء بنشتغل كلياتنا مع بعض عم نقول هذا المحل وعم نقول كتار يعني نحن 4-5 أشخاص بنشتغل بهذا المحل بنجيب زباين من برا لجوا وفي عنا المحل هذا اللي فوق ايوه ها في محل تاني يعني في فرع تاني وهي الكون وهي لنا اي اها والله عامل جمهورية هون أبو سلمو بدها ترتيبة بدها يعني أسلوب بدها محبة الناس هون محبة في غيرك سوري هون بالمكان تقريبا هون بس بيشتغلوا عند أتراك يعني ما في كأصحاب محلات سوريين غير أنا بالوكالة أبو أحمد بيشتغل معي بالمحل أبو أحمد على راسي هلا أبو أحمد على راسي والله الله يعطيك العافية نورتنا والله مبسوطين فيك نحن الله يسلمك ويخليك سمينا فيك ريحة بلدنا تسلم الله يسلمك شايف هلا الشغل أنت خبرتك بالتجارة وخبرته يعني بالحلبية عندهم باع طويل بالماء أقوياء بالتجارة الحلبية نحسن عليهم للشوام نحن بالصناعة هن التجارة الشباب
يعني هلا بجوز الحلبيه اللي عم يسمعونا بيقولوا لا نحن بالتجاره كمان يعني بدك نكمل بعضنا نحن عرفت علي شلون نكمل بعضنا صناعه وتجاره وصناعه وتجاره ضبطتها هلا لملمتها شوي إيه بس بتعرف اذا اجتمع حلبي وشامي يا لطيف يعني شو بيسوي شغل بيخوف بقول لك بيخوف اذا الله وفقهم بيخوف لا اذا الله بيوفق اللي بينوي وبيشتغل بس يجتمعوا طبعا هون ابو سلمى حبيبنا واخونا معلمنا وتاج راسنا والله ها هلا هيك غير شكل صارت القصه تسلم لي يا رب الله يجبر خالص. كمان بالتركي انت شغال تفضل بسم الله الزباين هون بقى يعني من كل من كل اصقاع الارض روسي عربي اجنبي انجليزي باكستاني افغاني من اي من كان في طيب هو يعني هون الى ضريبه ما طبعا يعني القصه ما هي سهله كيف الواحد ممكن غربي. يبقى و... لا غير غربه انه المشروع بمكان يعني الواحد مو بلده هلا هو واحد بيقول يا رب الرزق الله الرزاق وين من كان يعني ببلدك مو ببلدك المهم انه انت تسعى يعني رب الله واسع الحمد لله رب العالمين طبعا الحمد لله رب العالمين ابو سلمو هون وهنيك قلت لي هون وهنيك الحمد لله اي الحمد لله الحمد نعمة. لله نعمه اي والله الحمد لله اللي شفناك بخير تسلم أهلي. على ما يبدو انت يعني بتشتغل بالاداره من هون وهنيك يعني تقريبا سوا. اداري اكثر من اكثر من محاسب اداره ومحاسبه بنهار اداري المساء محاسب المساء بتشوف غير وش استاذنا عرفت علي شلون محاسب طيب بتشتغل. يعني بتعاني من هالقصة انت لا والله شوف هلا الابتسامة ابن عالم وخلق والله الله يديمه ويخليه طيب هي املنا عليها البارات المساء بدك تجي المساء لتشوف هيك ما ببين معه الخميس ولا ما بتضر اليوم بيومه ما عنا البكي على راس الميت نحن زيك متفقين زيك متفقين ايه الحمد لله يعني انت يعني نويت هذا المشروع والواحد بيفكر بيطمح انه ايه الحمد لله بدي مفكر اتضارب على اخي ابي يزن بالعبايات افتح ورشة ابو يزن اللي قال عنك من بعيد انه ملك السوق ملك السوق كأنه خاف ابو يزن ما بعرف شو عنده ابو يزن بفصل عبي الله يعطي العافية عنده ورشة عبايات كبيرة ما شاء الله عنده موديلات محروفة جدا يعني منتوجه عنكم تقريبا منتوجه عنا في عنا أكثر من منتج يعني في عنا منتج أبيزان في عنا منتج حلبية كمان يعني كله شغال في سوريا من الشام قلت لك من جيب ضاع وفي بضاعة بنتسوقها من هون أخي أخوك تاج راسنا بيشتغل هون ولا هو حر الله يعطيك العافية عم تعمل الزيارة تطمن عليهم بشكل يومي ولا بيجي لهون بتسلى والله معهم كذا بشوفهم بالمحل كذا يعني شو عم يشتغلوا شو ترتيب طمن عليهم بس الشغل يعني لأخي أبو سلمى هو نحن بالعيلة وكذا ما في فرق محلي محله كذا عرفت عليكي الحمد لله اللي بيوصل أول بياخذ الغلة وبيمشي هيك بيصير ايوه اللي بيوصل أول بياخذ الغلة يلا شوف شو في فوق يعني ما في فرق بينا ان شاء الله دائما الله يعطيك العافية هلا هون كمان عرض ما بس مختلف لا نفس النمط تحت والله بس على دروشان اكثر هون ايه على دروشان اكثر منبيع جمله فيه هون اكثر الاحيان ايه بصير الواحد هون اذا بده يتفق مع زبون تختلف ما زبون هون اكثر اريح هون اكبر المحل اكبر فيه يعود فيه يرتاح ما في زباين بتفوت عليه اكثر سمعتوا شو قال هون بالنيم زبون أكثر الحمد لله أهلين أستاذ طيب هي كلمة يعني شو قرفته ظريفة شو هي قرفته ظريفة مصطلح بالسوق مصطلح أنه قرفته طيبة بتطلع القطعة من خاطره من عينه ببيع بعين الجبر مثل ما بنقول بعين الجبر أنه الله يجبر عنك روح في عالم بتبيعك وعينه فيها للبضاعة أبي يزن بعين الجبر والله الله يعني عرفته ظريفة عرفته طيبة ما سألتك شو اسمك هات خلينا نفوت لجوا لعنده محمود ايوه محمود شو محمود دباس دباس اخوك ابو سلمو بس شو اسمه محمد علي محمد علي دباس محمد علي الدباس الله يعطيك العافية الله يعافيك قديش مواليدك 96 بس الحمد لله الله يعطيك العافية الله يعافيك يعني القطع هون فيك تقول هي صح قطع انه تلتبس بس قطع فنية يعني ما فيها شغل وفيها مرأة وفيها فيها موديلات كتير في عندك من الموديل الحلو والخفيف والتقيل والقماشة المنيحة والمو منيحة
طيب هلا فتره طويله مثلا بالنسبه لك يعني غير واحد ببلده هون صعبه يعني ناوي بقى تاسس تستقر ولا الحمد لله اساس اخي يعني من اساسي الحمد لله صار اخي صرت انا صاروا اخواتي صرت انا كانهم هن صاروا الحمد لله هذا هو هيك قهوه مره اهلا وسهلا فيك كيفك كيف صحتك شو فاتح بوفيه هون ولا ايه تبع السوق الحمديه اللي مثل تبعات السوق الحمديه تمر هندي الصباح مثلا او عوامي وكذا هيك الا حكي ايه احكي لي الله يكرمك اول ما اجيت على تركيا اشتغلت هاي القصه لا اخي انا اول ما اجيت على تركيا اشتغلت مع العالم اشتغلت مع اتراك تعلمت اللغة التركية وكيف الشارع التركي بعدين صرت بيع مشبك صنع لحالي فتحت ورشة هلا منبيع نحنا بالطرقات مشبك تمر هندي قهوة مرة يعني عنا عدة شغلات كله تصنيعنا وكله شغلنا أنا مصلحتي بالشام عندي مطعم وطلعت لهون غيرنا كل شيء بيحكي كأنه عمره شي 60 سنة ما 70 سنة مقضي كل هالفترات هاي بهالسرعة حاجي أنا عمري بس يعني بالسوق بلشت شي 10 سنين يعني بسوق باب سريجي وبالعالم وبالكذا فكان عمري شي 10 سنين بلشت بالسوق ومعاشر طبيعة السوق طيب هلأ في موضوع القهوة المرة يعني كل واحد عنده شعور أنه اللي بيصب قهوة مرة يعني بده يلزمك بالفنجان لا لا هذا الشعور انت شلون بتتعامل معه هلا انا بالنسبه لهذا الموضوع ما بضايق حدا ولا بحب ازعج حدا انا زبائني معروف دوقتهم اول مره بلشنا بالشغل هي ضيافه المره الثانيه عجبتهم العالم القهوه هن اللي حالهم نادونا صبلنا قهوه مره يعني مجرد ما شافني زبون ان كان تركي ولا سوري بالمشباك او بالقهوه او باي شيء بس شافوني بتفضل عن وتفضل عن جبنا قهوه مره كذا من هذا القبول هلا شوف نحن شمينا ريحه القهوه المره فقربنا نحكي معك الله يكرمك وين تعلمتها هلا أول مرة أنا من أيام سوريا بطبخ بالبيت يعني نطبخ بالبيت لإلنا بنشرب بالعيد بالضيافة بالكذا وغير هيك أنا من الشام كنت سيار هو البائع المتجول تمارب كعك البوزة المشاريع البسيطة الوقت ما بلشت أنا بالسوق فأجيت لهون كمان بدي كمل نفس الموضوع معي تواجهنا بعض الصعوبات بالنسبة للبلدية بتجيك تاخذ لك البسطة كذا نرجع نحن بنشتغل ومنطلع نفس الشغل يعني الشغل لنا والمصنع لنا الحمد لله لا هون مختلفة القصة ما طبعا بالتعامل واجهنا كتير صعوبات بالنسبة للتمر الهندي نحن عنا هو أصول وتاريخ واللبس العربي والطربوش والمصب والجراس ايه هون فاشتغلنا أول مرة وثاني مرة تقضينا البلدية مشكلة بس مع ذلك بترجع بتكمل لأن شغلك حر من راسك يعني بتلاحظ مثلا نحن في عنا سؤال بنشوف كتير ناس بتبيع على الطرقات ختايرة وهيك هدول بيدفعوا مصاري إشغال ولا بيعدوا هيك هلا حسب المصنف اللي عم يبيعه عندك الدرة الكستنة اللهم صل على محمد إيه إذا عرباية مثلا أو حدا الباقي مو مرخص بس بيعرف وقت البلدية يعني مثل أنا صرت صلي سنة بالشارع تقريبا صرت أعرف أنا وقت البلدية كيف وأعرف أنت بتروح وين تكون موجودة وصاروا البلدية يعرفوني يعني مرة بياخذوا ومرة بيقولوا لك روح من هون هو بيجيبه من هون إيه بقى لعبة الطفار بس هن يعني عم يراعوك احيانا انه يشوفوك حسب الدوريه ايوه اذا كانوا اولادين حلال روح اخي امشي توكل على الله هلا نفدت كذا مره كثير وبياخذوا لك كثير يعني هذا الشغل هيك يوم تربح يوم تخسر بس بالنهايه انت ربحان لانك ساكن شبابي ولا مع حدا مثل هذا الاوفيس هو مثل الدبه هون بصنع فيه ونايم فيه انا واخي بنصنع لحالنا ونشتغل لحالنا كم سنه صار لك هون 3 سنين ثلاث سنوات طبعا تركيتي بتساعدني لأن بحكي تركي لغتي منيحة وعندي زباين أتراك منيحة وغير هيك المعاملة مع الزبون يعني هالمعاملة رأس مالنا والقمة الطيبة طيب أنت بتشتغل بهالحالة يعني فيك تصمد يعني فيك توفر ولا صعب بالنسبة لتركيا ما في موضوع توفر مصاري اسطنبول لاسطنبول إذا بتتم 100 سنة مصاري اسطنبول لاسطنبول وكل شهر أنت ملتزم مثلا عندك عائلة عندك مصروفك هون عندك إلى آخره فكل واحد له التزاماته اللي متجوز هون الله يكون بعونه ما لح يلحق يصمت أهلك مطمنين أنه أنت هون مدبر رأسك أكيد الحمد لله وأخي يعني شاب الأبضاء وشغل وين ما راح بجيب عمله تبعت لأهلك أحيانا إذا صح لك هيك أكيد كل شهر إلا ما تكون صح لك دفعة يعني بما أنه إحنا شابين هون والمعين الله وما في حدا هنيك فنحن اللي مستلمين البيت يعني وقت الواحد يفكر يتجوز بيلاقي مصرياته قدامه وقت تفكر تتجوز رح تصمد من جديد لأن الشيء اللي عم تبعته أنت مصروف رايح يعني شو اسمك؟ محمد أبقورة
لك على راسي. ابو قوره شاغور باب سريجه اه غير نفس الشيء. نفس الشيء هي عائله واحده جوالي وبرالي قريبه باب الجابيه. اولاد عم باب الجابيه محلاتنا هنيك. اهلا وسهلا فيك. باللحمه وبالفلافل والكذا. فتركنا كل هدول هون وبلشنا على غير طراز. يعني بسبت انه الوضع ما بتحمل انك تفتح مطعم بده يكون عندك راس مال قوي وفيرجي وهي القصص. هلا بلشنا من جديد هدول ان شاء الله شوي شوي نفتح محل حلو. انا تعلمت الحلو من ايام سوريا في عندي خلفيه وكملت هون عند محل بالامينانو اشتغلت معهم شي سنتين وتعلمت طريقه الحلو التركي الصحيحه وكيف طريقه الشغل والعالم شو بتحب. وهلا عم نشتغل هي المشبخ قطعه بسيطه وسعرها بسيط ليره ونص. فلهيك في قابليه كبيره ولقمه طيبه اهم شغله. اخر سؤال قديش مواليدك؟ 96. اهلا وسهلا فيك موفق ان شاء الله. ربي يكرمك شرفت بمعرفتك. لك اهلين 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 شكرا شكرا على القهوه هي ليك صبلنا. السلام عليكم. شو الحمايه هي؟ شو شاي بس ولا قهوه و بالله ايه صحتين صحتين وهنا الله يعطيك العافيه سلامات. كيف صحتك؟ اهلا سامي شلونك؟ الله يعطيك العافيه. يعني الكنيه الديري ما هي؟ ايوه تمام. بس يعني صارت الكنيه الديري لانه ابوك او جدك يعني كان يروح كثير على الدير فبالتالي طبعا فاخذت عموم من زوجات ثانيه. أيوة. يعني اخوات والدي في من زوجات ثانيه يعني كمان هنيك. هي قصه طويله. انت كنت مغترب ما هيك لفتره طويله وين؟ كنت درست بكرواتيا ماريتايم ترانسبورت انجينير هندسه بحريه كابتن يعني. وبعدين صرت اشتغل بالتصميم تصميم اليخوت. سافرت طبعا اشتغلت بالبحر جنرال كارغو. بعدين صرت يعني درست واشتغلت تصميم اليخوت السياحيه الكلاسيك بوت كلاسيك يوت سيلينج كلاسيك بوت مثل هذا تماما. انا هذا عامله باليونان نفسه 20 متر ب 6 متر. فهون ما في مجال منوب اني اشتغل هيك يعني ما في اشتغل نماذج صغيره. ايوه اشتغل نماذج صغيره وعايشين الحمد لله. الحمد لله. طيب هاي الفترة اللي هلأ سردتها كم سنة أخذت؟ 25 سنة. هلأ رجعت أنت من الاغتراب ومليت وصار عندك استقر. أيوة فأجيت على سوريا. حاولت تشتغل هنيك وتعمل فتحت معمل ألبسة بحرستها وبلشت بعدين الأمور هاي المشاكل وكذا فخسرنا كل شيء راح المعمل راح البيت كل شيء. يعني انت جيت حتى ما اشتغلت بهي بسوريا؟ لا بهي لا خلص قررت اني اقعد يعني استقر واتزوج لانه ضليت فترة طويلة برا يعني شلون فما لا تزوجت كنت عم سافر كتير بالبحر. والله خبرة طويلة وحياة غير شكل يعني بالبحر ما خليك تمام عمر حلوة. طيب هلا انت تزوجت وصار اولاد عندك و طبعا عندي طارق وتالا الله يخلي لي اياهم وصغار طبعا هني انا زوجت متاخر 38 سنه طارق عمره هلا 11 سنه تالا عمرها 9 سنين وهلا هني بامريكا طبعا مع امهم و هني بامريكا وانت باسطنبول اسطنبول عم نستنى الفرج بس ما يعني شمل او هيك شيء يعني بس عملنا بالله ان شاء الله صار لي 4 سنين ما شفت مرتي يا اولاد سنتين معاناه ما هي سهله بالنسبه لك يعني انت كنت يعني قضيت فتره طويله انه تاسيس ما هيك طبعا كملنا طيب يعني الكنيه الديري الاسم الكريم ايوه زياد زياد الديري ابو طارق على راسي ابو طارق أيوة. شايف الواحد كان بايده شغله كبيره انه هذا يساوي طبيعي طبعا لو في تمويل انا كنت يعني عملت 20 متر ب 6 متر يعني يعني خلال سنة ممكن أنا رجع يعني كل شيء خسرته مثلا بسوريا المعمل وكذا بس ما في تمويل. المشكلة هون صعب كتير أنك طيب بتركيا يعني كون هالبحار الموجودة
وخاصة اسطنبول يعني البواخر قديش في قديش في يعني ما في سوق لهي ما في مؤسسات ما في قدمت شهادتي أنا بس عم يقولوا إنه ما بتقدر تشتغل إلا طالع إذن عمل وإذن العمل بده أو تأخذ الجنسية يعني عم نستنى ما بنعرف شو بده يصير يعني ما فيك تعمل شيء بدون إذن عمل هلا هون أنت موجود يعني الشباب السوري هون عملوا فرصة على إنه تعال الورشة موجودة يعني ساوي قارب كبير يعني ممكن ان يكون في طبعاً انا عم بستنى هاي الفرصه يا ريت في حدا يعني يمولني مثلا اني نعمل واحد كبير يعني لا يقل انه هذا واحد مثل هذا مثلا انا اللي ساويته ولا الشركه بعته ب 3 مليون دولار اللي سويناه نحن نفس هذا اللي اخذ نفس التصميم باليونان باليونان ايه انا يعني كنت موظف طبعا بالشركه مو لي ايه بس هلا اذا انا نوجد يعني التمويل ممكن نعمله مربحها مخباية ما حدا بيعرفها اللي بيشتغل فيها مربحها ممكن يكلف مثلا 100,000 دولار بدك تضربها بستة سبعة مربحها جيدة هي كويسة وهي تحتاج لخبرة وتحتاج دراسة مع الخبرة مع انك تشتغل بايديك هدول انا ايدي ذهب بس ما حدا عم يقدر ما حدا عم يقدر يجي اللي تعال درست الهندسة واشتغلت فيها يعني صار في نظري وعملي تمام هي هندسة هي الهندسة اللي درستها انا ماريتايم ترانسبورت انجينير ناوتيكال ابارتمنت كابتن ككابتن فالكابتن بده يعرف كل تفاصيل الباخرة كل تفاصيل كل برغي صغير وكبير كذا لازم يعرف هي ساعدتني على انه انا ادرس التصميم وصير اعرف ساوي اليخت من اوله لاخره واشتغلت معامل ختمت انه كابتن ونفس الوقت بتصنع طبعا اشتغلت معامل باليونان وكذا لحتى تعلمت 6-7 سنين عرف شلون حتى عرفت كل التفاصيل ومع الدراسه ومع انه عم بشتغل بايدي هذا كله ساعه يعني واحدة منه ما بتكفي لازم ثلاثه واحد يختمون حتى يقدر يعمل شيء ابو طارق يعني اذا شايف هلا عنده مثلا 3-4 نماذج عم يشتغل عليهم بيتمنى انه واحد يزبط بس يا ريت بس كبير كبير يا ريت والله اي بتمنى انا حدا يفكر انه يمولني بنقدر نعمل شغل منيح حلو ان شاء الله بالتوفيق يعني الله يخليك هي بحاجه لقطعه ارض صغيره يعني 300 متر لمعدات النجاره هي نفسها اللي بتقطع وكذا بس ما مو غاليه وللخشب يعني هي هي والزمن اذا قلنا هذا هذا 20 متر بياخذ 6 شهور بكون جاهز بس وارده جدا جيد تكون جاهز يعني اذا ما انباع بيتاجر يعني هون عم يتاجر هيك واحد تقريبا بكل اسبوع بشي 4000 دولار بالاسبوع بلد سياحي يعني. الله يعطيك العافيه الله يلا ان شاء الله هيك بالمشوار الثاني ما بنلاقيك هون بنلاقيك بغير امان ان شاء الله يا رب على راسي ابو طارق شكرا. جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم